عودة مشاهدين الكرام لمتابعة برنامج المنتدى الرياضي والحديث مخصص للجولة الخامسة من بطولة قطر لمنافسات الدراغ ريس. طبعا سننتقل الآن إلى تقرير خاص بالمنافسات، سنشاهد جميع الفئات طلعة بطلعة، لن أطيل عليكم إلى هذا التقرير. نبدأ مع فئة الستريت بايك. الطلعة الأولى في هذه الفئة كانت بين كل من خالد الفوزان وأيضا يعقوب حسن. خالد الفوزان على يمين المضمار ويعقوب حسن الظاهر أمامنا على الشاشة على يسار المضمار. خالد الفوزان كان قد حقق المركز الرابع بالتصفيات ويعقوب حسن المركز الخامس. تنطلق المنافسة بين الاثنين والمشاهد إذن فوز لخالد الفوزان بتسجيله 6 ثوان و214 جزء بالألفين الثانية. الطلعة الثانية في هذا بهذه الفئة كانت على يمين المضمار بين خالد الدوسري من المملكة العربية السعودية والذي سجل أفضل زمن في التصفيات والتجارب التأهيلية، وأيضا كانت بين علي الشمري صاحب المركز الثامن والأخير في التصفيات. ينطلق سباق علي على اليسار وأيضا خالد الدوسري على يمين المضمار، والفوز بالنهاية لخالد الدوسري بتسجيله 5 ثوان و799 جزء بالألفين الثانية. الطلعة الثالثة الظاهرة أمامنا على الشاشة على يمين المضمار وليد البدين وعلى يسار المضمار هيثم جعفر، مواجهة سعودية خالصة وينطلق سباق دون أي أخطاء، تقارب في المستوى بين السائقين، لكن الفوز في النهاية لوليد البدين ب6 ثوان و72 جزء بالألف من الثانية. بالمناسبة وليد البدين سجل بالتجارب المركز السادس. الطلعة الرابعة والأخيرة في هذا الراوند 1 بفئة ستريت بايك على يمين المضمار بدر بن عيدان من فريق اس تي اس وعلى يسار المضمار مسفر المسفر، والفوز في النهاية من نصيب بدر بن عيدان بتسجيله 5 ثوان و844 جزء بالألف من الثانية. ننتقل إلى الراوند 2 في هذه الفئة، 4 متسابقين تأهلوا. الطلعة الأولى كانت بين وليد البدين من طبعا المملكة العربية السعودية وعلى يسار المضمار وبدر بن عيدان على يمين المضمار، هذا هو وليد والاستعداد لخوض أول منافسات الراوند 2 في هذه الفئة. انطلاقة سليمة لكل المتسابقين، وكما نلاحظ أن السباق يبدأ في النهار بقطر بتمام الثالثة ظهرا، والفوز من نصيب بدر بن عيدان بتسجيله 5 ثوان و844 جزء بالألف من الثانية. الطلعة الثانية والأخيرة في الراوند 2 جمعت على يمين المضمار خالد الدوسري من المملكة العربية السعودية وخالد الفوزان من الكويت. منافسة خالد مع خالد انطلاقة سليمة لكل المتسابقين وبداية رائعة وتوجه نحو نهاية المضمار. الفوز لبدر بن عيدان في هذه لخالد الفوزان ب5 ثوان و787 جزء بالألف من الثانية. ننتقل الآن إلى نهائي هذه الفئة، جمع بين خالد الدوسري من المملكة العربية السعودية وبدر بن عيدان من فريق اس تي اس من دولة الكويت. خالد الدوسري على يمين المضمار، بدر بن عيدان على يسار المضمار. من سيكون بطل هذه الجولة ومن سيحسم لقب فئة الستريت بايك؟ انطلاقة سليمة من خالد الدوسري، تأخر لبدر بن عيدان، ويبدو أن خالد الدوسري يتجه نحو اللقب، وبالفعل 6 ثوان و143 جزء بالألف من الثانية مع مشاكل عانى منها بدر بن عيدان. حظ أوفر يا بدر في الجولات القادمة، وإن شاء الله نشاهدك فائز أو على منصة التتويج في الجولات المقبلة. ننتقل إلى الفئة الثانية، فئة سوبر ستريت بايك.
هذه الفئة ضمت 4 متسابقين في النهائيات. الطلعة الأولى على يمين المضمار كان محمد البداه من الكويت، وعلى يسار المضمار صقر الخلف أيضا من الكويت. استعداد لانطلاق هذه الفئة، محمد البداه سجل أفضل توقيت في التجارب، وصقر الخلف سجل رابع توقيت، التوقيت الأخير، والفوز من نصيب البداه بأربع ثوان و28 جزء بالألف من الثانية، فيما جمعت الطلعة الثانية في الراوند 1 بين مشاري التركي من المملكة العربية السعودية على يمين المضمار، كاظم عبد الله على يسار المضمار، والذي شاهدناه في حوار قبل قليل لقناة جير 1. استعداد كلا المتسابقين لمعرفة من سيكون منافس لمحمد البداه بطل الجولة الماضية، من سيكون منافسا له على اللقب النهائي، وانطلاقة سليمة ورائعة من المتسابقين، بعض الانحراف لصقر الخلف، الفوز في النهاية، عفوا بعض الانحراف لكاظم عبد الله، والفوز من نصيب مشاري التركي 5 ثوان و194 جزء بالألف من الثانية. نهائي فئة سوبر ستريت بايك، على يمين المضمار محمد البداه، وعلى يسار المضمار مشاري التركي، مواجهة كويتية سعودية خالصة في هذه الفئة. وهنا كان حوار بيني وبين السائق أحمد مخيلان من المملكة العربية السعودية حول نيل مشاري التركي لضوء أحمر. هو قال مشاري لم ينل ضوء أحمر، إنما عانى في مشاكل، لنشاهد يا أحمد مخيلان، وهذا هو الضوء الأحمر لمشاري التركي، ومشاكل أيضا في الدراجة، والفوز في النهاية للمرة الثانية من نصيب محمد البداه 4 ثوان و896 جزء بالألف من الثانية. فرحة كبيرة بين أنصار محمد البداه بلقب هذه الفئة.